ونروح للبلجيكي لوكاكو، ومهاجم طبعا تشيلسي وصل للعاصمة الإيطالية روما لإنهاء إجراءات انضمامه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري. قناة سبورت الرياضية نشرت مقطع فيديو للحظة هبوط طائرة يعني ملك روما وخروج لوكاكو منها قبل ساعات قليلة، وتواجد الآلاف من مشجعي فريق روما في المطار انتظارا لوصول لوكاكو للترحيب به. طبعا يعني ده نجم انتر السابق، وتشير التقارير الصحفية إلى أن روما نجح في التواصل لاتفاق مع تشيلسي على ضم لوكاكو لمدة يعني موسم على سبيل الإعارة، يحصل فيها النادي اللنداني على 5,800,000 يورو تشمل المكافآت. ومن المقرر ان يحصل يعني الهداف البلجيكي على 7,500,000 يورو راتبا في الموسم الواحد، ووافق لوكاكو على تخفيض راتبه من اجل الانضمام الى روما، علما بان راتبه في تشيلسي كان يبلغ يعني 12 مليون يورو سنويا.